خير ما نحييكم به حضورنا الكريم، تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر أسرة جامعة فرحة عباس طيف واحد أن تحتضر هذا الملتقى الوطني الثاني تحت عنوان الأرشيف والذاكرة الوطنية، والمنظم من قبل اللجنة الفرعية للتظاهرات العلمية، تخليدا للذكرى 60 للاستقلال وإحياء للذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية. وعلى هذا المنوال نرحب بكم كل باسمه وجميل واسمه وعلو منصبه ومقامه، كما نرحب أيضا بضيف الشرف نصر الدين سعيدوني. خير ما نفتتح به هذا الملتقى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا ومسامعكم الطالب القارئ باللام جهاد، يتفضل مشكورا مأجورا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء والآن نقف وإياكم وقفة تحية وتمجيد للسلام الوطني الجزائري. باسمكم وباسم السيد مدير الجامعة المتواجد في مهمة وباسم كافة أفراد أسرة المدينة الجامعية سطيف، أرحب بجميع الحاضرين في جامعة سطيف واحد فرحات عباس من أجل عقد الملتقى الوطني الثاني الأرشيف والذاكرة الوطنية المنظم من طرف المدينة الجامعية سطيف، إذ يطيب لي في هذا السياق أن استهل قولي بأن هذا الملتقى يندرج ضمن برنامج تخليد الذكرى 60 للاستقلال وإحياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية، حيث سيعكف من خلاله الأساتذة والمتدخلين المشاركين فيه على التباحث في طيات التاريخ من خلال الأرشيف الوطني الذي سيفضي بناء إلى حقائق وثوابت تاريخية من شأنها أن تساهم في ترسيخ الذاكرة الجزائرية وبناء حاضرها واستشراف مستقبلها. يشرفني أن أعلن رسميا نيابة عن السيد مدير الجامعة وباسم التنسيقية الولائية للتعليم العالي بسطيف عن انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للأرشيف والذاكرة الوطنية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد. شاكرا لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مدينة سطيف هذه الولاية المجاهدة، هذه الولاية التي أعطت الغالي والنفيس لهذا الوطن من أجل أن نعيش حرة. الثورة التحريرية قد مباركة، وقد تم تصنيف أكثر من 14 ندوة تاريخية في المدينة الجامعية. نطلب الآن من الجميع أن نقوم بتحية خاصة بأستاذ. والتي كانت فرصة صالحة للمعلمين. كل من يدعي وصول إلينا ولينا لا تقبل بذلك. فنجد بأن هنا
حسب تجربتي وكان يريد الى المنجم ويبحث عن الذهب لكلمات في المنجم العصرين بالإنجليزي أو الفرنسي أو العربي عن الوقت في الجزائر ليس لا في تونس لا في المغرب لا في أي بلد آخر وهو ما خصوصية الجزائر. أستاذ حبيت نسألك كيف كان شعورك وأنت تقرأ في الوثائق التاريخية؟ من وجهة نظر المحلية في العهد العثماني سؤالي ببساطة كيف يمكن التعامل مع المصادر التي ضاعت أصولها العربية؟ سؤالي أستاذ كيف أرد على عبد اللطيف بن أشبه حين قال في كتابه في مقدمة هو موجود بمثابة حلول الأجنبي؟ إذن أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور بوطلبي بن جدو نائب رئيس جامعة سطيف 2 مكلف بالبحث العلمي والدراسات العليا والمنسق العام لهذا الملتقى الوطني الثاني الموسوم بالأرشيف والذاكرة الوطنية. إذن تم برمجة هذا الملتقى في إطار البرنامج السنوي للمدينة الجامعية في إطار الاحتفالية 60 للاستقلال وإحياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة. لذلك جاء هذا الملتقى الهدف منه هو تسليط الضوء على نقطة مهمة وأساسية متعلقة بالأرشيف. الأرشيف باعتباره هو الذاكرة، يعني ذاكرة هذه الأمة متضمنة في الوثائق الأرشيفية الموجودة في المكتبات، الموجودة لدى بعض الناس، الموجودة لدى بعض الهيئات سواء في داخل الوطن أو خارج الوطن. فهذا الملتقى قلنا شارك فيه أكثر من 50 يعني 50 مداخلة. المداخلات كانت متنوعة حسب محاور الموجودة في الملتقى. كذلك شهد هذا الملتقى مشاركة أكثر من 25 جامعة على المستوى الوطني، وهذا شيء يعني شيء جميل وشيء رائع، وقد أضاف يعني أضاف نكهة وأضاف يعني مصداقية لهذا الملتقى. فنشكر كل الأساتذة الذين لبوا الدعوة والذين قدموا مداخلاتهم وقدموا إسهاماتهم في هذا الملتقى. نتمنى إن شاء الله أن 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 أن, أن يتوج هذا الملتقى بنتائج وتوصيات. وإحنا تعودنا يعني دوم لما توجه لنا الدعوة من الإخوان يعني لحضور مثل هذه الملتقيات ناتي مشين على الأقدام، لأننا نشعر صراحة بأن هناك حراك فكري وحراك ثقافي داخل جامعة سطيف سواء جامعة سطيف 1 أو جامعة 2. استعان بالتكنولوجيا الحديثة، وجدت أن هناك اهتمام شعبي كبير بالثورة الجزائرية، يتباهون بالثورة الجزائرية ويذكرون. رجعت من الفترة هذيك أنه هذا ضمن طبعا في ظل مرافعة الكثير من الضباط الشرطة الفرنسية همهم الوحيد مفروض الجامعات توجد فيها فرق بحث ومخابر. خامسا استقطاب الكفاءات العلمية الجزائرية مثلما كان مع البروفيسور نصر الدين سعيدوني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاكر ومقدر لهذه الدعوة الكريمة التي توجهت لي من طرف المجمع الجامعي بسطيف، والتي بجوار الأستاذ بوطلبي بجواري فهو أخ كريم. وهنا أنوه بأن في الواقع وجدت نفسي في الوسط الذي أحلم به، وهناك أساتذة فضلاء أجلاء وهناك طلبة نجباء. وكانت الحقيقة المحاضرة هي عبارة عن استعراض تجربة شخصية فيما يخص الأرشيف من حيث استغلاله ومن حيث التجارب التي اكتسبتها في استغلال ذلك الأرشيف، وكذلك طريقة التعامل مع الأرشيف وكيف الاستيفاء وكيفية الاستفادة منه، وكذلك محاولة رسم أفاق البحث
لفائدة طلبة نجباء يبحثون، لأن كما تعرفون أن الأرشيف هو المادة الأولية لبناء الذاكرة التاريخية، وهنا تأتي أهمية التدخل ولا سيما الملاحظات أو التساؤلات التي أثيرت حول هذه المحاضرة والتي اعتز بها. وهنا أنوه بالكرم والضيافة والحفاوة التي حظيت بها، وأؤكد على أن في الواقع المستطيف مركز علمي أساسي، بل هي نقطة إشاع جامعي في الواقع. هذه كانت في ختام العمل وتقييما، لأن انطلقت منها من خلال رؤيتي للجيل الصاعد من الباحثين، فهم كلهم إرادات قوية وانطلاقة للمستقبل، وهناك إطار جامعي من الشباب تعقد عليهم الأمالي. فانطلاق من تجربتي التاريخية ومن معرفتي ببعض الأقطار العربية، أجد بأن الجزائر حظيها الله بأشياء قد لا تتوفر في الكثير من البلدان، مساحة قارية وثروات طائلة وعنصر بشري فعال وموقع استراتيجي وشبكة من الجامعات ومن مراكز التعليم التي هي في الواقع تؤسس للمستقبل. كل ذلك يسمح لي مع حيوية المجتمع الجزائري، تسمح لي بالقول بأن هناك مستقبل زاهر ينتظر الجزائر، وربما يصبح لها الثقل الكبير في منطقتها، وربما تكون منطلق للتأسيس لحضارة واعدة تعيد مجد الماضي وتؤسس لمجد المستقبل. أستاذنا الفاضل، أردت أيضا أن تعطينا كلمة حول مكانة ودور التاريخ والبحث في الذاكرة الوطنية في تحقيق اللحمة الوطنية والاعتزاز ببطولات الأمجاد وتحقيق الوحدة التي تعتبر من عوامل قوة الأمم. في الواقع انطلاق من ذلك أن بناء الذاكرة الوطنية هو أساس لمشروع وطني واعد، وهو خلق مجتمع جزائري متلاحم فاعل مؤثر، ينطلق من واحدية الجزائر كأمة وشعب ومن تلاحمها كأمة. ونجد بأن المنطلق في ذلك هو الذاكرة. الآن معركة الذاكرة مفروضة على المجتمع الجزائري، لأنها تنطلق من تصور الماضي وفاعلية الحاضر وتصورات المستقبل. فمن خلال الذاكرة ممكن التأسيس لمجتمع متماسك ومتضامن، ويجب أن نطرح أو أن نبتعد من تلك الأفكار المغشوشة التي تحاول أن تشوه الماضي. الجزائر دولة حديثة ولدت مع القرن 16، وبأن علاقتها مع الدولة العثمانية علاقة تعاون وتآلف، وبأن الجزائر واحدة موحدة، ليس هناك تعدد في الجزائر. الجزائر كشعب وكشعب وكأمة وكمجتمع هي أمة واحدة موحدة تبني لمستقبلها وتؤسس. ونجد بأن مؤشرات، هناك مؤشرات تدل على أن هناك بناء وطني واعد، وبأن ربما منطلقه هي الجامعة باعتبارها المحرك الأساسي لتطوير المجتمع وتثمين قدرات المجتمع، وبذلك تحقق الجزائر مشروع ثورتها. فإذا تحررت في الماضي من الاستعمار السياسي، فهي مدعوة اليوم أن تتحرر نفسيا وثقافيا وفكريا من كل أثار الاستعمار الفرنسي الذي شوه ذاكرة الجزائر وحاول محوها. لكن ثورة الجزائر ويقظة الأمة الجزائرية والنيات الطيبة في المجتمع كفيلة أن تتجاوز تلك الآثار السلبية. وهذا ما يجعلني أؤكد وأقول أن الجزائر لها مستقبل واعد، وأن المجتمع الجزائري مجتمع قادر على أن يرفع جميع التحديات وأن يفرض نفسه وأن يكون ربما رائدا
في المنطقة العربية الإسلامية، بل قوة تماثل القوة الأوروبية، وبذلك نحقق التوازن الذي هو هدفنا فيما نسعى إليه. وشكرا. في تاريخ الاستعمار والأكثر مأساوية، واستعمل عبارة أحداث وليس مجازا، كما اعترف بأنها أحداث منذ جرائم يصعب نكرانها. صم تصاميم والخرائط وتقرير هذا مرفق بمجموعة كبيرة من الخرائط والتصاميم وغيرها. أكيد أن المواضيع هذه كانت محل دراسة مستفيضة منكم. أملنا مواصلة المجهودات التي بدأتموها، ونلتزم كمسؤولين بتوفير كل الظروف لنجاح هذه الملتقيات، خاصة عندما نسمع بأنها ستطبع وبالتالي ستستفيد من بها الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية إن شاء الله. الشعب كان متأكد بالهوية نتاعو وبالحقوق نتاعو، وقال باللي لازم نرجع السيادة، والسيادة الشخصية والسيادة على هذا الوطن العزيز اللي هو مسقي بدماء كل الشهداء. 20 قرن سوف يكتب عن كذا، عن فلان وعن فلان وعن فلان، بخليوا الاسم نتاعكم عن فلان وعن فلانة، اكتب وحط شهادة اللي ما يمحيهاش الزمن. فلتكون إن شاء الله الحماة نتاع هذا التاريخ نتاع هذه الأمة، واللي تبقى الشهادة نتاعهم إلى آخر الحياة إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا أساتذة. ♪